عارفين الناس اللي بوشين؟ اهي الرسمة دي بتلات وشوش، ما تفهمونيش غلط، تلات طبقات ايبوكس عشان تظبط. بنوتة اختها بتتخرج من كلية الطب، فهي خايفة ومتوترة ومش عارفة ايه اللي مستنيها بعد كده، بوست جراديويشن ديبريشن. فاختها الاصغر اللي تقريبا ماشية معاها في نفس الطريق، واللي بتفتخر باختها الكبيرة وبتطمن لما تحس انها ماشية على نفس الطريق. لما بتوصل لحاجة أختها الكبيرة حققتها بتطمن وتعرف إنها ماشية صح، ده لأن أختها حد شاطر جدا ومميز وهي بتاخدها قدوة بالنسبة لها. قررت هي وأخوها يعملوا الرسمة دي هدية لأختهم. هنا بحط الإيبوكسي للمرة التالتة، أنا خلصت الإيبوكسي بتاع الرسمة دي، ودي كانت الريزلت. وتحياتي جدا لأي حد خريج أي كلية طبية، الناس دي